ماذا سيحدث إذا اختفى البشر فجأة من كوكب الأرض؟ هل يمكنك تخيل ما الذي سيحدث للأرض؟ في غضون ساعات قليلة ستنطفئ معظم الأضواء بسبب توقف محطات الطاقة في العالم عن العمل، أما الطاقة الكهرومائية فستبقى تعمل لمدة من الزمن دون مساعدة البشر. بعد يومين أو ثلاثة ستغرق معظم شبكات قطارات الأنفاق، وذلك لتوقف المضخات المسؤولة عن إبقاء الماء خارجها والتي يقوم بتشغيلها البشر بالطبع. عقب اختفاء البشر بعشرة أيام سيحدث نفوق جماعي للحيوانات الأليفة وحيوانات المزارع والمليارات من الدجاج وملايين الأبقار بسبب الجوع، فيما ستتشكل مجموعات من الكلاب الكبيرة لصيد الحيوانات الأخرى، أما بقية الفصائل ستدخل في صراع وحشي للبقاء على قيد الحياة في هذا العالم. هذا إلى جانب زحف الحيوانات المفترسة القادمة من الغابات والصحاري على المدن الخاوية. بعد شهر تقريبا ستتبخر مياه التبريد بمحطات الطاقة النووية، وهو ما من شأنه التسبب في سلسلة من الانفجارات النووية والتي ستكون أكثر قوة من هوكوشيما وتشيرنوبيل. لكن الكوكب سرعان ما يتعافى بسهولة من التلوث الإشعاعي، ولكن بالطبع ستموت الملايين من الحيوانات جراء إصابتها بالسرطان. بعد مرور أول عام ستبدأ الأقمار الصناعية حول الأرض في السقوط من مداراتها، ومليون نوع من الطيور والحيوانات المعرضة للانقراض ستسترد عافيتها وتتكاثر مجددا، وسيكون هناك عدد هائل من الحيتان في البحار والمحيطات، حيث ستتكاثر الأسماك والحيوانات والطيور في ظل اختفاء البشر وتراجع ممارسات الصيد الجائر والتلوث البيئي الذي كان يقلص من فرص حياة المخلوقات الأخرى. بعد عشرة أعوام سيبدأ غاز الميثان في الاختفاء من الجو، وسيبدأ التلوث الجوي في الانخفاض. بعد 25 عاما سيغطي غطاء نباتي ثلاثة أرباع المدن، وستكون بعض المدن قد دفنت في الرمال مثل دبي ولاس فيغاس، واسترجعت الصحاري المدن التي كانت تنتمي لها في الأصل. بعد 300 عام ستبدأ المباني المعدنية والجسور والأبراج في التفكك بسبب التآكل، فلن يوجد من يقوم بصيانتها وحمايتها من الصدأ، وستتحول معظم الضواحي في الولايات المتحدة وأوروبا إلى غابات، أي أنها ستعود بالضبط إلى الشكل الذي كانت عليه قبل التطور الإنساني. بعد 10,000 عام سيكون الدليل الوحيد على وجود البشر قديما هو المباني الحجرية التي صنعناها بالحجارة، مثل الأهرامات وسور الصين العظيم وجبل راشمور. بعد 50,000 عام سيتحلل معظم الزجاج والبلاستيك الموجود على الكوكب، وستختفي آثار وجود الإنسان على الأرض بالكامل. بعد 100,000 عام سيكون غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو قد عاد إلى معدلاته الطبيعية قبل وجود الجنس البشري، وستبقى النفايات النووية المميتة موجودة لما يقرب المليونين من الأعوام.